خلونا نروح لموضوع آخر، وهو إن أو المنح المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة مصر أو مبادرة رقمية مبتكرة لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. أشبال مصر؟ شباب مصر دي مبادرة رقمية، منحة مجانية بتستهدف تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من طلاب أولى إعدادي ولغاية طلاب تانية ثانوي في كل مدارس مصر على مستوى الجمهورية. صناعة كادر بشري مبتكر ومبدع في المستقبل صناعة مش سهلة أبداً. صناعة لازم تبدأ بالجيل الناشئ، الجيل اللي جاي وجاي معاه عصر مختلف تماماً، عصر قايم على التكنولوجيا، عصر هيكون المتحكم في أموره ضغطة زرار على الكمبيوتر أو اللابتوب أو التليفون، عصر هيشتغل بشبكة ألياف ضوئية، عصر محتاج قدرات قوية في مجال الرقمنة والحاسب الآلي. وعلشان كده مصر أطلقت مبادرة رقمية مبتكرة لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. المبادرة دي اسمها أشبال مصر الرقمية، منحة مجانية بتستهدف تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من طلاب أولى إعدادي ولحد طلاب تانية ثانوي في كل مدارس مصر على مستوى الجمهورية، وده علشان نعد جيل متميز من النشأ قادر يستكشف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلشان كمان نحقق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل في المستقبل. أشبال مصر الرقمية بتستهدف تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب المتفوقين في كل المدارس بالتعاون مع الجهات المتخصصة محلياً ودولياً في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة لتنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. مبادرة أشبال مصر الرقمية جت في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية اللي بيتم تنفيذها من خلال منهج هرمي مستوياته متعددة، منهج بيتكامل مع باقي المبادرات اللي سبق وأطلقتها الوزارة علشان تزود الشباب والنشء بكل أدوات تكنولوجيا المعلومات علشان يواكبوا متطلبات العصر الرقمي. الطلاب اللي اشتركوا في المبادرة دخلوا برنامج تأسيسي بيساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة. بعدها الطلاب التحقوا بالمسارات التخصصية وفقاً لاختيارهم، وبتتضمن المسارات مجالات مختلفة زي الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، ده بالإضافة لتدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية زي فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل في فريق والقيادة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتجمع بين الدراسة العلمية والعملية في نفس الوقت، ودراستهم مش بتتعارض نهائياً مع أيام التدريب أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها في النظام التعليمي، خصوصاً إن القائمين على المبادرة أتاحوا 75% من التدريب على الإنترنت أونلاين، وال 25% الباقيين التدريب فيهم بيكون في مراكز التدريب المخصصة ليهم في المحافظات. مبادرة أشبال مصر الرقمية بتقدم كمان جوائز للمتفوقين في نهاية كل سنة دراسية، بالإضافة لمنح وشهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.